وين الحريه؟ اللي اني اكشف اني المفروض الدوله او الحكومه اذا هم صدق حكومه يقولون احنا ناس احرار واحنا ناس ما نظلم واحنا ناس كذا، يكونون وياي مو يرفعون علي دعاوي، كون الحكومه تساندني لانه انا دا اكشف لها بلاوي، انا ما دا احكي بدون دليل، انا مو قاعد واسولف والله قال الراوي، انا ما اقول قال الراوي، انا اقول له تعال حبيبي، حتى لو نضرب الامثال بعيده، تعال حبيبي هذا عدي تمام، وهاي الفضيحه ما دا اجيب لك شيء من جيبي، صح كلامي لولا، وانت رجل متابع صح كلامي لولا بلي اني وكلاء شلتهم من مناصبهم، مدراء عامين قلتهم من مناصبهم، مو حبا بي الحكومه سوت هيجي، لا احراجا احرجتهم، لانه اني لما اجيب وثائق وادله عن مدير فاسد ثاني يوم النزاهه تخابرني. وطبعا تحياتي لبعض اللي موجودين بالنزاهه وعلى راسهم حيدر حنون رئيس النزاهه، متعاونين وياي جدا، تحياتنا لهم. حلو، ليش؟ انت تدري يعني ما امدح احد، بس امدح الموقف، يجوز باشر حيدر حنون انا احكي عليه، اذا لزمت وعندي وثيقه على رئيس هيئه النزاهه مو هسه قدامك شكرته باشر اضربه. يشكوا بهذا الاعلام؟ هو هسه نجي لهاي النقطه، هو هذا الاعلام المفروض، هو رئيس الوزراء او اي رئيس وزراء اجى للعراق المفروض اول شيء يهتم به الاعلام.